السلام عليكم. لو في حدا تاخذ نصيحته في كود موبايل فاكيد مش انا، هتاخذ نصيحه واحد محترف. مثلا لولا العالم اسمه كارني، اللعب هذا تقييمه او نقاطه حاليا في المالتي بلاير 66700 نقطه. الزلمه هذا كذا مره وصل لولا العالم، فعشان هيك المهم انا دخلت على قناه هذا اللاعب، منزل فيديو من يومين ماست تراي لود اوت ان سيزون 2، معناها انه جرب هاي الاسلحه او انه لازم تجرب هاي الاسلحه في هذا الموسم. فثلاث اسلحه لانه هو منزل خمسه، اخذت منهم ثلاثه راح نجربهم اليوم: الام اس ام سي، سلاح الاكس 9، واخيرا وليس اخرا المانوور. هسه راح نجربها مع بعض ونشوف هل هي بتستاهل التجربه زي ما هو بنصحنا ولا لا. وهيا بنا. اقل من 120 مشترك على 70000 اشتراك سريع. خلونا نبدا في الام اس ام سي. هسه راح نجرب هاي التركيبات مع بعض ونشوف هل هو يعني لأي درجة قوي. خلونا نبدأ. أوكي، أول ما معانا هاي رايس وفي الـ MSMC صراحة مش ظابطه المرة، والله ما توقعت الـ MSMC يشيله من هاي المسافة يعني. والله كويس يعني، حاسه منيح يعني، قد يكون في أمل نوعا ما. يا قلبي شو تخضع عند الهاي. لا 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 إلا دي. أوتش يو حرام. امبارح نزلت فيديو يعني مشاهداته تعبان ما ادري ليه، روح شوفوا. اوكي هذا مش احسن سلاح نستخدمه. اوكي لطيف. اوبس اوبس. شكرا انت محترم. والله تركيبته ممتازه الزلمه، والله صراحه مش سيء. 15 كل في هاي رايز في الام اس ام سي، انا نفسي ما توقعتها مني. يا حبيب ايش في؟ واو والله ما توقعت يشيلهم. اوكي لطيف، والله السلاح شغال مش سيء يعني. تقييمنا على النصيحه شغاله، بس احنا خسرنا، بس هاي المشكله صارت وحيده. والله كويس كويس جدا، اعمل اللي عليه. لو انت هتلعب فيه بمبات صغيره هيخدم معك احسن من هيك اتوقع. اجمالا لسه صعب انك تنافس فيه من بعيد ومش رح يكون افضل خيار لك، فعشان هيك نروح للسلاح اللي بعده. ثاني معانا اللي رح نجربه اليوم الام اكس 9 بماسوره صامته مدمجه، مسند كتف مرن، مقبض متسلل امامي، ذخيره عيار كبير، وشريط المقبض الخشن. هاي تركيبات الام اكس 9، راح نجربها مع بعض ونشوف. يعني اتوقع ان الام اكس 9 في له فرصه اكبر، اتوقع ان الام اكس 9 في عنده فرصه اكبر يؤدي احسن من الام اس ام سي، فعشان هيك هنجربه هسه. بدناش نحكم على السلاح من التركيبات او من الاحصائيات اللي ظاهره امامنا، لانه زي ما شايفين خفه الحركه عاليه، الدقه قليله، فهنشوف يمكن يكون ثابت، ما حدش عارف، هنشوف. طيب لا لا يا مجانين. انا بطلت يعني غسلت ايدي من لاعبين كود موبايل خلاص يعني. انا اؤيد مايكروسوفت في حذف اللعبه. يا عمي يلا بدنا ندخل، انت اربع ساعات تدخلني جيم واربع ساعات عشان يبلش، ايش في؟ انا متاكد انه اللي اختار هذا الماب بوتاش يعني، مش معقول هذول اللاعبين. والله كويس. والله منيح. والله كثير منيح. يا ابني خلقني. هتجلطنا معك يعني ولا شو؟ ويييي. مفاجأة غير سارة. واو والله السلاح شغال 200%. اوه يا ابن خلاص ياي. اخذ السلاح غصب عنك مش على كيفك. يا ابني خلاص ما تموت، ده انت عار قوي. يا اخي سلاح الايم ضاع، والله ضاع هيك لحظة. صبح صبح عم الحق حبيبي، اسمع الحكي وموت وانت ساكت. 17 كل 17 كل في الام اكس 9 اللي يعني لسه جديد على اللعبة، مش جديد يعني انه لسه يا دوب يمكن ماخذ بفضل الموسم. فالصراحة أهني السلاح، أهني السلاح على أداء الفعال. حبيبي ارجع ارجع ارجع، أنت أصلا بدون الدرع اللي معك ولا شيء، أنت نكرة. حقيقة أنت نكرة نكرة. أوكي توقعتها يا يوسف. يا أخي يا أخي حرام، مش راح أحكي شيء خلاص، مات الحكي.
يا اخي يا اخي ما شفت بس وين رحت انا سنايبر شوف 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 اللقاحه اللقاحه دم واحد وهرب دمك واحد تهرب وين رايح يا عمري يا عمري عليك انا سنايبر دوستو وكيف يستحق يعني اوتش اوتش يا جدعان وفي يا جدعان واو واو لم تزبط معه اوكي اخر 6 رصاصات فزنا الجيم ما بعرف مش عارف مش فاهم ولا اي شيء كم كل جبت في الميكس 9 انا جبت كثير كلات اتوقع يعني 36 يا 35 كل بالميكس 9 صراحه سلاح جبار بصراحه فاخيرا وليس اخرا نروح للسلاح الاخير اللي كارنيك بنصحنا فيه اللي هو المانوور او مو هاي تركيبات المو اوكي فايرنج ريد لا انكي يارد لا حد يختارها شاطرين حبايب قلبي طيب يا جماعه استنوا قريبا جدا مقطع الدخول الاسطوري واكتبوا لي في التعليقات ايش بدكم ندخل اسطوري في هذا الموسم انا في عندي فكره بس لو لقيت افكار احسن منها هعملها بالنسبه للمانوور فانا متاكد واثق تماما انه السلاح جبار بدون ما استنى واحد يحكي لي اوكي يعني بدون ما حد يحكي لي اعرف انه جبار بس محاولة يا جماعة اسمحوا لي يعني بس هيك كنت احاول شوف اذا بزبط ولا لا اوكي سلاح يعني ما لهوش اي غبار بحكي لكم سلاح ما عليه غبار يعني لا غبار عليه خالص يعني خالص فاهم ما اعرف شو يعني خالص ما فيش اي كلام على المانور يعني ما بستنى انا ليش حطيته اصلا بالاخير لانه سلاح مش مهم يعني مش مهم تعرف ايش هو لانه معروف يعني المانور لا يعرف المانور لا يعرف بس احنا كنا نجرب ايش تركيبات الزلم هذا المحترم الغانم القدع الجبار استغفر الله حبيب تعال حرام قد كنت مجمع نيوك ما تحكي لي اني متت انا ما اتوقع اني متت من قبل اثنين بواحد ممكن يس لا ما صارتش ليه بس كده السلاح يا اخي قوته مزعجه تمام يعني انا كواحد ممكن العب في السلاح انا هنزعج الصراحه من قوه هذا السلاح لو انت لاعب ضعيف مستواك خلاص استخدم منور يعني يعطيك العافيه هتأدي منيح شوف يعني بس انت افتح سكوب اي مكان اطلق وبتدمج عادي خلاص الدمج حلو تركيبات ما تعرف هي التركيبات القويه ولا السلاح القوي ولهذا المستفز اللي قاعد فوق هسلخ واحده ثيرمايت تطلعها من خلص الجيم قبل ما احكي اللي بدي اياه ف ويلي بضحك لا مش هموت منها يعني مش هموت منها عفوا الجيم كلها الاول 26 35 34 مش بموت كثير الوضع جدا يعني مطلوب اصلا لازم اصير العب الايام على نيوك يعني الوضع خرج عن السيطرة الصراحة بالأخير كل الأسلحة اللي لعبنا فيها اليوم كلها أسلحة قوية جدا تستاهل تجربوها إلا الـ MSMC يعني فيك تستبدله يعني سيبك منه العب في الـ MX9 والمانوور أسلحة كويسة وشكرا لكم على المشاهدة سلام